تقدم جديد يحرزه الجيش الوطني جنوب مديرية القبيطة في محافظة لحج خلال الساعات الماضية. يأتي هذا التقدم بعد هجوم مباغت شنه أفراد الجيش الوطني على مواقع عسكرية تتمركز فيها ميليشيا الحوثي، حيث تعرضت تبة الحصن وسلسلة جبال موجر المطلة على منطقة سوق الخميس لهجمات مباغتة من أفراد الجيش. السلاسل الجبلية التي تم تحريرها تعد آخر المواقع حيث وصلت إليها الميليشيات منذ أشهر قريبة من الجهة الغربية لجبهة القبيطة، وتحديداً على خطوط التماس مع المواقع العسكرية لقوات الجيش الوطني، وهو ما دفع بالميليشيات للانحدار شمالاً إلى مواقع متأخرة في المديرية باتجاه منطقة القطاهب وثباب والمرابحة، والتي يعتزم الجيش الوطني التقدم نحوها بحسب مصادر عسكرية. التقدم الميداني الأخير جاء ليضيق الخناق على مسلحي الجماعة الإنقلابية تزامناً مع هجمات موازية للجيش الوطني على جبهة كريش شرقي القبيطة، ومحاولة تحريك قوات اللواء 35 في أجزاء قريبة من مديرية خدير إلى الشمال من مديرية القبيطة. الهجوم الثلاثي لقوات الجيش الوطني في الحدود الجنوبية الشرقية لمحافظة تعز وشمالي محافظة لحج أتى ملازما لتقدم وضغط عسكري متواصل لقوات الجيش الوطني في المناطق الشرقية لمدينة تعز.